في ظروف ديك المقابله جاتنا مع فريق الرجاء البيضاوي والفريق اللي كان يضغط كبير كما قلنا قبل. صحيح. حنا كنا نتمنوا كيما كنا نتمنوا نكونوا حتى حنا نعاودوا الصناريو ديال 2005 نكونوا بجوج لاعبين على الشامبيون. ساعه ومن بعد دركا الاقدار هما اللي كانوا معاهم ضغط كبير في هذاك المقابله. حنا دخلنا لاعبين في تيراننا قدام الجمهور ديالنا. تيران ديجا حنا حافظينه، لعبنا في مقابلات كبيره، لاعبين مرتاحين. سطعنا في اخر دقائق المباراه باش تسجلنا ذاك الهدف اللي جات لاباس من المناصفي اللي تنبغي وتابعينك جوج يا خويا جاوي والله غير تهربان وما تابعينك وتابعينك جوج ما قلتيش وبغيتو تهرب شد درا قبل ميسي. لا هذيك من الحوايج اللي كانوا زوين في هذيك المقابله. كان حوايج اللي فيها زوينين وكان حوايج فيها خايبين. انا من بعد من ضربات لاباس في الظهر ديالهم صدا باش نوقف المدافع ديالهم وقفتو بظهري في الاول، ما بقاش واخد الجي فلاكورس بحالي نفس الخطوة. وقفتو هو الاول خرج عندي طريق. انا اللي عجبتني في هذيك اللقطة بالضبط هي طريق ملي خرج عليا درت ليه بيشناش. طريق قال لي حشومة عليك. ما توقعاش. انا قلت لي ماشي حشومة عليك اخو طريق، تجي دير لي انا الكاميلا من الرباط. تحية سي طارق جرموني. تحية سي جرموني. تحية لطارق محارس كبير. حارس كبير صراحة. مغرب لازم يا فريق جيش ملكي استفدنا منه بشكل كثير. نطايح هو بحال خونا الكبير. صحيح. تحنا استفدنا منه الشيء الكبير. اي حاجة تالي لحزت في نفسي في هذه المقابلة هي كانوا ناس جاءوا من كازا ديال الرجاء يا فريق الرجاء محبين ومسجدين ديال فريق الرجاء اللي جاءوا الناس بوليداتهم ولك شيء. ومن بعد تلاقيت معهم قبل المباراة، تلاقيت مع ناس سامتهم اللي كانت ديبهم علاقة أصدقاء ديالي. ولكن بعد المقابلة شتنا بعد ذاك الهدايا فريق جاي مشات لي الشامبيونة شتنا دراي صغار ولادهم تيبكيو. هذيك هي الحاجة اللي عطرت فيا هذه الكرة جواد كانوا وليداتهم صغار تيبكيو والناس وداك الشيء ديال الرجاء. هذيك هي اللي عطرت فيا. ما كستم بحال ما تقبلتش نحط راسي في هذاك الموقف. بعد كنت تشوف وليدات صغار محبين لواحد الفريق تيبكي وعلى الفريق ديالهم. هذه اللي شويه حاجه اللي اثرت فيا بزاف من بعد المقابله. ولكن العموم فهي مقابله في كره القدم. حنا دخلنا نتاديو علينا، حنا ننتمي لواحد الفريق اللي هو كبير، فريق اللي زعيم ديال الالقاب المغربيه. خلنا خاصه نتاديو اللي علينا حتى حنا. حنا اصلا تنتخلصوا على ذاك المهم، على ذاك الخدمه خاصه نديروها. انا من بعد سمعت اتصالات كثيره، كنسمع هضره كثيره مورا المقابله بلا فريق الوداد البيضاوي عطى سياره جواد وادوش فريق الوداد البيضاوي عطى كانت هضره كثيره من بعد المباراه. فهي مقابله كانت بحال جميع المقابلات. دخلنا لعبنا المقابله ديالنا، حنا تنتميو للفريق اللي هو كبير بالالقاب ديالو بكل شيء، اللي فريق اللي اسم الزعيم. حنا غندخلوا غادي نديو اللي علينا. دخلنا لعبنا ضد الفريق اللي هو فريق الرجاء البيضاوي، دينا اللي علينا، فزنا في هذيك المقابله. تنظن بلا كان داك الفوز ديال المقابله كان شيء عادي بالنسبه لنا حنا. فاكثر ما كانت حصره على فريق الرجاء البيضاوي اللي كان ضاعت لي البطوله في هذيك السنه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.